في نهاية القرن التاسع عشر، ليبيا تحت الحكم العثماني منذ العام 1551، وإيطاليا تعد العدة لوضع يدها على الولاية العثمانية. في تلك الحقبة المضطربة ولدت مبروك العلاقية لأسرة تمتهن الزراعة من قبيلة العلالقة في صبراتة بالغرب الليبي. عاشت مبروك حياة فتاة عادية إلى أن قتل والدها في صراع قبلي. كانت أكبر إخوتها فقررت الثأر لأبيها، خلعت ملابس النساء وحلقت شعرها وارتدت ملابس المقاتلين الرجال. ويحكى أن السلطات العثمانية حاولت إرغامها على ارتداء ملابس النساء والانكفاء في منزلها، لكنها تحدت السائدة من الأعراف والتقاليد، أتقنت الرماية وركوب الخيل، وخرجت مع أفراد من قبيلتها في رحلة الثأر. إلا أن الغزو الإيطالي لليبيا في العام 1911 سيغير طريق حياتها، فقد التحقت مبروك بالمجاهدين الليبيين كمقاتلة تحت إمرة القائد سوف المحمودي، ثم كقائدة لمجموعة من الفدائيين. صارت تغير مع الفرسان على معسكرات وتجمعات الإيطاليين، لا يميزها كامرأة سوى خط من الوشم في ذقنها وثلاث نقاط من الوشم زرقاء على جبهتها. كانت تقود المهاجمين ممتطية جوادا أسودا، تقاتل وتشجع رفاقها على الصمود. خاضت عدة معارك في جبهات مختلفة ضد المحتل الإيطالي. وفي العام 1916 شاركت في معركة ضد قوات أحد الخونة سلحته إيطاليا، وتعرضت خلالها لإصابة خطيرة في ذراعها جراء شظايا قذيفة. ورغم إصابتها واصلت القتال، وواصلت نداءها للرجال بالصمود والاستمرار في المعركة حتى تحقق لهم النصر. وكان صدى مقاومة مبروك العلاقية كبيرا في السنوات الأولى للاحتلال، إذ لقبها مراسلو صحف أوروبية كانوا يغطون حرب إيطاليا في ليبيا بجان دارك الليبية، كما تناقلت الصحف التركية أخبارها وبطولاتها. في العام 1917 بعد زيارة لأهلها في مصراتة عادت إلى ساحة القتال، لكن أخبارها انقطعت منذ ذلك الحين، واختلفت المصادر حول نهايتها، فمنها ما تقول إنها لجأت إلى تونس إلى أن وافتها المنية في تاريخ غير معلوم، ومنها ما تؤكد أنها لاقت حتفها في إحدى المعارك ضد القوات الإيطالية. سيستمر الاستعمار الإيطالي لليبيا حتى احتلالها من قبل قوات الحلفاء في العام 1943.